أهلا بكم. ما هي فعلا أسباب الأزمة الاقتصادية وما هي الإصلاحات التي يجب أن تتم وسريعا؟ معنا في لبنان اليوم الخبير المالي الاقتصادي دكتور أنور مصباح صوبرا. أهلا وسهلا فيك. تسلمي يا مساء. يعني نحن لنبلش هيك نفند الموضوع وباختصار للمشاهدين، كيف ترى اليوم الوضع ما بعد إقرار الموازنة؟ نعم، شكرا على الاستضافة بالأول. أهلا وسهلا وحييك وحيي كل المشاهدين المشاركين معنا بالبرنامج. هلا واقع الأزمة أصبح معروف للجميع، وبعتقد الأرقام صارت معروفة وين كنا وين صرنا، والمتخصصين الاقتصاديين والماليين عم يطلعوا على كل الشاشات وصاروا شارحينا باستفاضة. نعم. استفاضة كتير واسعة يعني. نعم. هلا المفروض إنه أنا يعني بدي أعطي نقطة إضافية ما سمعت حدا نحكي عنها، إنه وضع الأزمة اللي عنا ما كان مفاجئ. يعني إحنا وصلنا له ما كان مفاجئ، يعني هي أشياء متراكمة، يعني معروف إنه حنوصل إلى هذه النقطة من 10 سنين. صحيح، من 2011، وكل الأخصائيين قالوا إنه هيدي بداية الأزمة من 2011. وتسكرت الأبواب، بلش يخف التصدير، ما بقى فيه تحويلات، وتسكرت الحدود الجغرافية على لبنان، وبالتالي نعم. كل الـ العناصر اللي بتوصلنا إلى نقص بالسيولة وليس أزمة مالية، نقص بالسيولة كانت موجودة. صحيح، والأرقام اللي كانت موجودة عن مصرف لبنان كانت بتبين أنه نحن واصلين لهون. هلأ البنك المركزي ما أخذ إجراءات، المصارف ضلوا ماشيين بنفس السياسات، والسوق لم يتأقلم ويتغير مع واقع التحول اللي حصل في المنطقة ككل. وبالتالي كان معروف انه انا واصل اخره في هذا الطريق، اخره في حيط بدي اصطدم فيه. نحن لا وقفنا ولا غيرنا طريقنا. وبالتالي منها مفاجأة. هلا انا النقطة الاضافية اللي بدي اقول لك اياها، هذا نفسه حصل بسنة 2008 بأزمة، أزمة السيولة، أزمة نقص السيولة العالمية نتيجة الأسواق العقارية السنوية اللي حصل بأمريكا. صحيح، وأثرت على العالم كلياته. نعم. هلأ اللي واجه الشبه ودقيقة لح اشرحها، إنه كان الفيدرال ريزيرف اللي مسميه البنك المركزي بأمريكا عنده علم بالأشياء اللي عم بتصير. البنوك كانت عارفين شو عم بصير، وفي كتير من الأكاديميين والمتخصصين والاقتصاديين بأمريكا حتى منهم حائزين على جائزة نوبل بالاقتصاد كانوا دائما يصدروا تحذيرات ويبعثوا دراسات على الفيدرال ريزيرف يقولوا لهم إذا ضلينا ماشيين بهذه الوتيرة فنحن لا شك رايحين إلى انهيار. يلي حصل إنه ما حدا رد عليهم. فإذا وصلنا إلى انهيار 2008 كان بعلم الجهات الرقابية والتنظيمية وبعلم المصارف، لم تكن مفاجئة لأحد. صحيح. وبالتالي يعني مشاركة غير مباشرة، تركين الأمور توصل إلى هذا المستوى لأنه ما عم يتدخلوا. نعم. وهي وظيفتهم أنه يتدخلوا. فنحن يدي صار بال2008 أزمة نقص سيولة، صار عنا أزمة نقص سيولة ما عملوا شيء، وصلنا إلى هون. ليش صارت أزمة مالية؟ بسبب تدخل سياسي خارجي، وبالتحديد من أمريكا. وبقدر نقول ليش ببعض النقاط. تفضل. فنحن بالأصل عنا نقص بالسيولة، نقص بالسيولة ونقص كبير بالسيولة. أيه. وكان معروف انه يعني مثل واحد معه 10 ملايين ليرة بجيبته كل يوم عم يصرف منهم مليون، رح يعرف انه بعد 10 أيام حيخلصوا. فهذا أمر منه سر، ولما بيخلصوا يه ما حيقول ليش خلصوا، معروف. بس كمان بيقولوا انه كمان السبب سياسي، مش بس مالي، يعني كمان داخل فيها سياسي. يعني في قرارات لازم تتاخد على قطاع الاقتصادي ما اتخذت هيدي القرارات، في مطالب كانت عم بيحكوا فيها. صحيح. وحتى على المنبر. صحيح. هون من منبر تلفزيون لبنان كانوا عم بيقولوا نحن واصلين لهون الخبراء الاقتصاديين انه مطلوب تعملوا هيك ما حدا كان عم بيرد. كتير ناس مثل ما صار بامريكا، في ناس مثل ما بيقولوا رنوا جرس الانذار بس ما حدا بده يسمع، او كانوا عم يسمعوا بس ما في اراده بالتدخل. هون وصلنا الى الأزمة المالية ما كان مفروض نوصلها. يعني جولدمان ساكس عملوا دراسة قبل ما تحصل وقف دفع الدولار، قالوا أنه لبنان بعد يقدر يكفي هيك، موجودة مشهورة بيقدر الناس يطلعوا عليها، قالوا أنه لبنان بيقدر يكفي بمثل هاي المستوى 3 سنين بعد لقدام.
طيب ليه حصلت الأزمة دغري بعد شهرين؟ لأنه صار فيه هذا التدخل اللي عم نحكي عنه واللي كان فيه إله كمان سوابق بوادر أنه رح نوصل كمان ورح يصير هذا التدخل. أولا كان في عنا القوانين اللي كانت عم تنعمل جديدة والضوابط المصرفية اللي عم تفرضها أمريكا واللي ألزموا فيها القطاع المصرفي اللبناني مثل قانون الفتكة ومكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. رجعوا بعدين فرضوا عقوبات أمريكية لأسباب سياسية على بعض البنوك لبنان، ووصلنا إلى مرحلة إغلاق بنك الجمال مثلا على ذلك، وقبله كمان في بنكين قبله، ورفعوا بداخل أمريكا دعاوى ضد مصارف لبنانية بأمريكا. بس نحن ما كان فينا نتخطاهم هيدول، معك أنا؟ ايه يعني عم تفند الأسباب، عم تفند الأسباب، كان في مؤشرات إنه رح نوصل إلى هذا الموضوع بأسباب موضوعية، لأسباب نقص بالسيولة أسباب الموضوعية موجودة، ولأسباب سياسية بسبب هذه التصرفات اللي عملتها أمريكا، وبالتالي سببت الأزمة المالية. هي كانت أزمة نقص سيولة، وصلنا إلى الأزمة المالية. بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية وللمصارف اللبنانية، اللي هلأ وصلنا نحن أسدية لأخر أكبر ثلاث مصارف سكيورتيف ديفولت. يعني خطوة ثانية بعد في عنا خطوتين للديفولت. آخر خطوة ديفولت هلأ اثنين واحد. لا هلا ديفولت وامريكا هلا ديفولت. نحن بعد في خطوه هلا نحن اس دي. هلا بعطيك يا اخي موجود. نحن هلا اس دي يعني سبيكيوليتيف ديفولت. هيدا اذا فتش وراها هي الخطوه اللي وراها هي الديفولت، ما بقى في ولا خطوه قبلها. اوكي طيب هلا اللي حصل اخر شيء لما امريكا طلعت هذا يعني الحصار على المشاهدين انه الافلاس ديفولت هو الافلاس صح، عدم القدره على سداد بدون هذه الاس دي. نعم هيدي في حي. نعم اخر خطوه نعم ديفولت. ديفولت هلا بكل بساطه بتقدر امريكا تتهم اي بنك من البنوك مثل ما اتهموا بنك الجمال وبيمنعوه عن نظام السويفت، وبالتالي اصبح هذا البنك لبناني لا يستطيع ان يتعامل الا بالليره اللبنانيه، وما بيقدر يشتغل مع ولا بنك مراسل في العالم. يعني بيشطبوا على النظام المصرفي كله. نعم وهذا التصنيف ما بس للمصارف، هذا التصنيف هلا للدوله اللبنانيه بعد في وحده قبل الديفولت. معنى ذلك انه بتصير الدوله اللبنانيه ستخفق في سداد سندات الخزينه، يعني الدوله افلست والمصارف افلست، شو بنعمل؟ فاذا هذه المؤشرات هذه منها يعني هيك فجاه. لا اكيد اكيد احنا بسبب السياسه المتتاليه كمان للحكومات فالازمه للدوله مش بس الحكومه. طيب انا لحتى يعني انا بهمني انه بين شو فينا نعمل لحتى نطلع من هذه المسائل، ولكن لحتى اطلعك على هذا الموضوع لتشوفي قديش حجم التدخل، يعني حتى ما يكون هذا رأي سياسي، أنا ما بحكي سياسي. لا نحن عم نحكي اقتصاد، عم نحكي اقتصاد، ولكن ايه تفضل. لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسي، في شيء اسمه اقتصاد سياسي، يعني لا يمكن رسم سياسات الاقتصادية إلا بعد أن يكون لدينا خيار سياسي. يعني مثلا هلا نحن في عم يطالبوا هن الاقتصاديين فصل السياسي عن الاقتصاد، ما بتصير. هذا طلب غير معقول وغير غير ممكن التحقق. يعني في عنا محورين بالعالم، لحتى أقول لك كيف مرتبطين اثنين مع بعض. إذا نحن نمشي هلأ بخيار محور أمريكا مع أوروبا الغربية مع دول الخليج، نعم، وبما فيهم كيان صهيوني المحتل لفلسطين، فإذا نحن اخترنا هذا التوجه لوين بدنا نروح نطلب مساعدات اقتصادية ومالية؟ منروح على صندوق النقد الدولي، منروح على البنك الدولي، أم نروح على باريس 4، ونروح على كل الدول اللي ممكن هي تدعمنا لأنه نحن صرنا من هذا الطرف. صحيح. طيب إذا نحن على الطرف الثاني اللي هو روسيا والصين ودول شرق آسيا وصولا إلى شرق المتوسط، فإذا وين بروح؟ بروح على بنك التنمية الآسيوي اللي أسسوه هني بدل بنك الدولة حتى ما يكون تحت سلطة أمريكا، أسسوه برأس مال 100 مليار دولار وبطلب دعم من هناك. هلأ في ظل هذا الصراع الخيار السياسي بحدد توجهه الاقتصادي، وهذه مره انا سمعت السيد حسن يعني نحن ما بعد نحن لازم نروح على الشرق نروح على الصين يعني هيدا قرار صفقة القرن، يعني ما بعد صفقة القرن كمان لبنان يعني تحت اندر كنترول وحيكون عليه ستريس كثير بهذا الخيار السياسي. نحن بدنا ننطلق كمان الاقتصاد طبعا من بعد الخيار السياسي حناخده بهذا بهذا المسألة ويمكن يضغطوا علينا اكثر انه وطنوا الفلسطينيين وخذوا الحلول. شوفي لحظة يعني وبرجع بقول لك انا مش عم بحكي سياسي عم بحكي اقتصاد. عم بحكي اقتصاد بس بدنا نطلع بس شوي لهالموضوع. لبنان العراق تونس
جزائر شو بدهم الحكومات تكون؟ تكنوقراط. ليش؟ هلا بينت ليش؟ لان طرحت المساله السياسيه بموضوع فلسطين. لما بتكون كل الحكومات تكنوقراط اداريه، اين الموقف السياسي؟ غائب. وبالتالي بيقدروا هم يتحركوا في ظل عدم وجود معارضات سياسي او راي سياسي قوي يقدر يواجه من خلال الحكومات. هذا شيء مؤسف. فبالتالي نحن هلا بدنا نختار. طيب اذا اخترنا يعني الخيار السياسي هو اللي بده يحدد لنا وجهتنا الاقتصاديه، بس هذا اللي اعطيتك اياه انا لحتى ابين لك ليش قوه الموقف الامريكي في هذا الاطار. هذا الارتكل ايه؟ هذا مين؟ هذا زوكربيرج. عاملين له جلسه استماع بالكونغرس قبل ما تبدا عندنا الازمه بحوالي شهرين. نعم. شو بيقول له شو اسمه عضو الكونغرس موجود اسمك عنه. شو عم يعمل هو؟ عم يعمل عملة مشفرة اللي اسمها ليبرا. ليبرا كانوا بيحكوا عليها الماستر كارد والفيزا وكبرى الشركات اللي موجودة بأمريكا. من أول جلسة استماع والثانية انسحبوا كلياتهم، بقي هو لوحده. هلا عم يستوجبوه لوحده. هي بتهمش الدولار. طيب. وتدخل بدور شو بيقول له عضو الكونغرس؟ بيقول له حضرتك هيك يعني مثل عم نحكي نحن عدم مؤاخذة هيك بالبيروت بين بعضه، بيقول له حضرتك بتعرف شو عم تعمل؟ لما بدك تصدر عملة جديدة مشفرة اسمها ليبرا عم تهمش لي الدولار. والدولار هو العملة الأساسية للتجارة الدولية بالعالم وهي عملة الاحتياط والنقد الأجنبي بالعالم، وحضرتك بدك تعمل ليبرا بيروح الناس عليها بيتركوا الدولار. فأنا عم تضعف لي قوة الدولار الذي نستخدمه سلاحا ضد الدول التي تتمرد على إرادة أمريكا. مين عم تمرد على إرادة أمريكا؟ إيران، العراق، سوريا، لبنان، وأي روسيا والصين وفنزويلا. كل واحد بقول لا لأمريكا حيستخدموا عليه. الدولار أقوى سلاح بإيد الأمريكا. شو كفايتها؟ قال حيث لا يمكننا إرسال القوات العسكرية للقتال نستخدم الدولار. واضح. هذا اللي نحن عم نتحارب بالاقتصاد. هلا ما في سلاح، عندنا اسباب موضوعيه للوصول للازمه اكيد. وجاء هذا العنصر الامريكي وفجر الموضوع بشكل مباشر بينما كان معنا بعد سنتين ثلاثه اللي قدمت. ونحن بالداخل عم نتحارب بين بعضنا وعم نحارب بعضنا ببيتنا الداخلي، فعم يضطر انه من الخارج الناس تدخل. طيب اليوم الموازنه اكثريتهم بيعتبروها غير واقعيه. إيه؟ اذا نحن او خلص حضرتك البوينتس. اذا بنحكي اليوم بالموازنه، اذا بدنا نفندها اليوم كمحلل اقتصادي، كيف تقرا الموازنه؟ هلا انا كنت مطلع على الموازنه يعني ما دخلت فيها بشكل معمق. نعم. لانه بعتبر في هذه المرحله ما عادت الارقام مهمه. ولكن مجلس النواب اعطى تخفيض عليها لما سمعت سعاده النائب ابراهيم كان عم حكي عن الموضوع، خفضوها حوالي كمان 1000 مليار ليره اضافي. وبالتالي يعني التخفيض بشكل اضافي. هلا هيدي موازنه المرحله هلا لسبب انه في عندنا هلا المده الزمنيه. وخيار دوله الرئيس دياب انه يتبنى هذه الموازنه بالوقت الحالي. لانه اي خيار اخر سيكون مضر اكثر من هذه الموازنه. ما في مجال يعني هيدي احسن يعني الموازنة. افضل نكون على الموازنه ولا نبقى كمان نصرف على قاعده 2020 يعني مثلا. نرجع على هذا الموضوع. هو استرد وبده يرجع يدرسوها على كم شهر ليرجع يقدموها ليرجع يناقشوا. راحت يعني ما في عندنا طرف اضاعه وقت. طيب هلا هذه الموازنه ليش مطلوبه شو ما كان شكلها؟ لانه حتى يحصلوا على التسهيلات من باريس 4 لازم يكون عندهم الشرط الاول بدنا موازنه. صحيح. فهيدي الموازنه هلا موجوده وان كانت شكليه. الاتحاد الاوروبي قبلان موازنه شكليه وهن بيعرفوها انه شكليه مجرد تجميع ارقام. الموازنه مش هيك. ما هو لانه في شوف في ثلاث ركائز اساسيه. نعم. في عندنا الركن الاساسي اللي هو النظام الاقتصادي، النظام المالي والمصرفي، والنظام السياسي. ثلاثتهم فيهم خلل بنيوي بلبنان. كلهم بدهم إعادة تكوين عن جديد. فنحن تحكيت عن الاقتصاد الريعي. صح. هذا جزء من الاقتصاد. نحن ما بدنا نقصه للاقتصاد الريعي ونكبه.
يعني كثير خبراء كله اقتصاد ريعي صحيح على الانتاج سياحة ومصارف صحيح بس نحن بدنا سياحة ومصارف يعني لأنه جزء من الاقتصاد بدنا نضيف عليه تنميع القطاعات الإنتاجية صناعة وزراعة وتكنولوجيا أوكي. كيف هذا بده يتفعله اليوم بالوضع اللي نحن فيه كيف يمكن تفعيل هالقطاعات هذا قرار سياسي معنا نقول ما فينا نفصل السياسة يعني مين بده يقرر تفعيل قطاع الزراعة والصناعة مش مجلس النواب صحيح مش الحكومة صحيح. فإذا هو قرار سياسي فلو جمعية الصناعيين يضلوا يصرخوا من هلأ لعشر سنين إذا والحكومة معرفوا القوانين ومجلس النواب ما وافق لهم شو بيعملوا صحيح بياخدوا مصانعهم بيروحوا لبرا مثل ما هلأ كتير منهم عم يعملوا على حالة لبرا 500 مصنع سكروا وبيقولوا التقدير 140 ألف موظف بيطلعوا برات العمل هيدا مينيموم 140 طيب فإذا فبدها قوانين وبدها دعم من مجلس النواب قرار سياسي يعني لحتى نقدر ننطلق بقطاع ما هن عم يطالبوا انه هذا قرار سياسي الانتاج والدعم بالمواد الأولية ما هيدا الأساس يعني هيدا المطلب الأساسي هذا تفصيل شوف يعني عم ندخل من موضوع لموضوع هذا خلينا هلا برجع ندخل إلى هذه السبب الأساسي فيها الركن الثاني اللي هو المالي اللي هو النظام المصرفي اللي مكون من مصرف لبنان ومن المصارف هذه فيها خلل كبير خلل كتير كبير كتير ناس حكيوا عنه خبراء حكيوا عنه بده تحتاج الى اعادة تكوين هلا كيف المؤشرات شوف المؤشرات اللي طلعت من الحكومة بما انه جبنا سيرتها غير مشجعة ليه لانه نحن في حالة استثنائية اولا نحتاج إلى أفكار غير تقليدية أنا ما سمعت بعد ولا فكرة غير تقليدية طيب شو هي الأفكار يعني مثلا بتطرحها؟ أول ما طلع وزير المال أفكار حضرتك إذا أنت شايفها غير وزير تقليدية وزير المال سعادة وزير المال شو قال؟ قال من المستحيل أنه يرجع الدولار على 1500 ليرة هلأ وزير أول طلي بأول ما تعين وزير بيطلع بيقول هذه المسج السلبية بهذا الشكل بالوقت اللي البلد محتاج إلى شيء إيجابي لحتى يحسن الوضع طيب بس هو طيب عم رجع تاني بس طيب لا انا عم بقول يعني انه هذا مباشرة بس على الواقع عم بقول الواقع انه يعني ما فيك تخبي انه لو خبيت يوم واثنين وثلاثة اخرة النهار المواطن مثل لما طلع حاكم مصرف لبنان وطمن الناس تاني يوم طلعنا منا عشي وفقنا عشي فيمكن انا مش عم دافع عنه بس انا عم بقول هو عم بقول الواقع انا جزء من الاشياء اللي كنت درسها من الكورسات بالجامعات واحدة منهم البزنس كوميونيكيشن لو عندي أنا أسوأ مسج بدي أوصلها للناس في أوصلها بطريقة إيجابية يعني بيقدر كان وزير المالية يقول أنه نحن هلأ وضعنا صعب وفي ضغط على الليرة اللبنانية وحنعمل أكتر شيء ممكن خلال فترة صحيح. قصيرة المدى لحتى نحسن الوضع أوكي منيحة هيدي ولا لا بلا بس بيقول لي مستحيل أرجع على 1500 شو بيعمل الناس اللي بعد له ليرة بالبنك بده يسحبها طب إذا كان الأزمة عم تنحسر عم ترجع أنت تأججها عن جديد طب ما أسلوب الحكي وطريقة الحكي لا مفعول هلا انا كثير سامع هو خبير ممتاز بس هالطريقه معلش اسمح لنا فيها ما مزبوطه في كوميونيكيشن سكيلز لازم نقدر نستخدم نوصل الفكره ولكن بالفاظ مناسبه عم تاثر على السوق الماليه طيب اول يوم كمان بدنا نحكي بعتقد دوله الرئيس الحكومي اللي قالها او انا شفتها هيك كانت طالعه بالاخبار انه في هذا الوقت الحالي من غير الممكن او من غير المستحب عزل محافظ مصرف لبنان واستبداله انه وقت مش مناسب بالوقت اللي كتير في خبراء عم يتهموا مثل ما انا كنت حكيت انه له علاقه وله يد في وصول الوضع الى ما وصل عليه ما في هو هلا انا ما عم بتهمه لانه ما عندي ادله هذا الموضوع هلا هو صار 25 سنه وكان في مسؤولين وكان في هذا المسؤول يطالب حاكم مصر لبنان تفضل ورجينا هيدا التقرير على مدى 25 سنة يعني ما فينا نحن نحط البولدوناج كله بوجه ونقول نعمل الاتاك عليه أنا ما لا عم دافع عنه ولا عم دافع عنه على نفس المبدأ عم نحكي بالمبدأ communication skills إيه إنه يكون في حدا يقول تفضل ورجينا يشتغل ولا لا بلا بيجي بقول لهم أنا ما بدي شيل حاكم مصر في لبنان والناس كل يوم مظاهرة على مصر في لبنان فليسقط المصرف يسقط الحاكم بقول لهم أنا ما بشيله ما بعلمي انت معهم وانت مع مطالبهم بتقول انه هذا ما فيه شيله ما فيه اعفيه انا بدي افترض انه انت ما بدك تعفيه يا اخي ما تقولها لا طيب. قول عم نلغص الوضع بمصر في لبنان لنشوف كيف بدنا نتصرف نحدد المسؤوليات ما اتخذ القرار المناسب
كوميونيكيشن. بس بقول له اليوم مظاهرة على مصرف لبنان بدنا نشيل الحاكم، تقول له انا ما حشيل الحاكم، تمام، بصيروا ضدك وانت عم تقول انا منكم ومطالبكم انا ايه صحيح صحيح. فاذا لازم الواحد ينتبه على انا هيدي الشغلات يعني شفتها غير مشجعة. بالاضافة انه هلا في يعني بشكل عام ما فينا نحكم ما شفنا شيء، بس هول الكلمتين مثل ما هني طلعوا مفروض من اشخاص اختصاصيين ما حبيتها منهم. طلع هلا رؤول نعمي وزير الاقتصاد وقال اعطونا 100 يوم طلب من الاعلام انه اعطينا اعطونا 100 يوم ولا صور لحتى نورجي نحن شو بدنا نقدم. يعني كمان انه في عندنا مشكله. ليه مشكله؟ شو تضارب بالاقوال من نفس المصادر. كيف بدنا نحلها؟ 100 يوم بدي اعطيه. طيب شوف شو قال استاذ سليم صفير رئيس جمعيه المصارف. انا عم جيب لك هم موجودين كلهم بالقد، يعني مش انا عم بنسب لحدا كلام احي ان شاء الله اياه بسرعه هلا اذا موجود. امبارح شو قال احي؟ قال عندما تبدا الحكومه الثقه شو بيصير؟ تعود كل الامور الى طبيعتها. هيك احو هذا امبارح الحكي الخميس. طيب اليوم شو قالوا؟ اجتماع حاكم مصرف لبنان مع جمعيه المصارف، شو قالوا؟ طلعوا مجموعه قرارات بتدل انه لا ما رجع لطبيعتها بالمره الامور. فاذا كلامه مزبوط ولا ما مزبوط؟ يا اما الجريده نقلي عنه غلط، يا اما هو اليوم حكي شيء واليوم قالوا شيء ثاني. طيب هي حاكم مصرف لبنان طلع حكي هو شفت شو بدي فرجيك يعني الكلام اللي بنقال. شو قال؟ قال سنحافظ على سعر الدولار على 1500 ليره. طيب اجتماع حاكم مصرف لبنان مع جمعية الصرافين يطلب منهم شو؟ تثبيت سعر الدولار على 2000 ليرة. يا اخي امبارح قلت 1500 اليوم جاب يكسبته على 2000 معتمد وهدي ولا هديك؟ فاذا انا بالنسبة لي كمواطن او اي شخص طيب اي مبدئية انا بدي اخذ بعدنا بيعز الازمة والعالم بالشارع وكل يوم نطلع بكلمة مخالفة للكلمة الثانية. طب كوميونيكيشن نرجع ما بصير هذا الكلام ما بصير. هيدا يثير الريبة ويزيد الشبهة وإنه في تواطؤ. يعني مش هني عم بيقولوا امبارح طلع نقيب بعتقد شخص من نقابة الصرافين عم يحكي إنه عرض وطلب والسعر ونحن بنربح من فرق 15 ليرة ويا حرام ملائكي يعني. كيف بده يثبت الدولار على 2000 ليرة؟ ما بعلمي يتحدد سعر الدولار على أساسه عرض وطلب؟ مش هيك بيقولوا؟ صحيح هني هيك بيقولوا. كيف بيثبتوا على 2000؟ يعني ما بقى في عرض وطلب، الغينا عرض وطلب. طيب كيف نقول الشيء ونقيده بين النهار والتاني؟ طيب ما معقول هذا الحكي اليوم مثلا. فهدول ما بدل انه هني عم بيعالجوا ازمه، هيدا تعميق للازمه وتعميق لعدم مصداقيتهم تجاه الناس. صحيح. فانا ما بقى في يصدقون باي شيء بيقولوه. فاذا هو قال لي تاخذ حكومه الثقه بيرجع كل شيء طبيعي، ليه وزير المال بيقول لي بدي 100 يوم؟ إذا وزير الاقتصاد ليه هو قال ثاني يوم بيمشي الحال بصير كل شيء طبيعي؟ لا لانه شيء طلعوا عم بيقولوا اعطونا فرصه انه اعطونا فرصه حكومي. ايه وهو كمان كان يعني بيقول لك دغري بس تاخذ ثقه بترجع الامور طبيعيه. مين تصدق انا؟ يعني لازم يعملوه هو وزير اقتصاد ساعتها. مين معه حق؟ مين بدي امشي مع مين؟ صحيح. طيب اليوم اذا بدنا نحكي اليوم بموضوع الكابيتال كنترول، احد النواب طرح هذا الموضوع خارج الاعلام وقال ممكن انه يصدر قانون بموضوع الكابيتال كنترول. ايه فيهم يعملوا اللي بدهم. مين بيمنعهم؟ هلا مين مش مين بيمنعهم، هلا مش مين بيمنعهم، نحن عم نحكي على المواطن يلي الناس يا طريقه السيوله بالبلد ووضع الناس بالبنوك. يعني هذا الموضوع كثير عم بضايق العالم بموضوع الكابيتال كنترول. هذا الموضوع مش عم بضايق العالم، عم يظلم العالم. ايه اكيد عم يظلم العالم. كابيتال كنترول والهيركات قدين حكى فيها؟ ايه الهيركات هلا بعد بكير على الهيركات. بكير؟ يعني مثل ما نحن بنحكي يلا كثير عربي مرق كم كلمه ديجا عملت. شو فيها هذه اللي اعطيتك اياها هلا؟ لا هلا هذا اللي اعطيتك اياها هلا. ايه البنك المركزي اقرض المصارف التجاريه 5 مليار دولار بفائده 20%. هذا بموجب الاجتماع اللي عملوه عند رئيس الجمهوريه بالقصر الجمهوري وقال لهم انا بعطيكم 5 مليار دولار فائده 20% واعتبروها انه اوف انه شيء كثير يعني. وقالوا لهم انتم عندكم 9 مليار دولار بتجيبوهم من برا. 9 و5 14. هلا الخبراء بيقولوا كلهم الخبراء منهم بعرفهم ومنهم ما بعرفهم بيقولوا بدنا بين 10 ل 20 مليار دولار بتنحل المشكله.
طيب هاي 9 مليار موجودين برا بيجيبون البنوك و5 مليار ديالهم اياه البنك المركزي. شو عملوا فيهم؟ بعض الناس عم ياخذوا 100 200 دولار. صحيح. وين راحوا 5 مليار؟ شوف الهيركات كيف انعملت بطريقه غير مباشره. عم تروح يعني تاخذ شيكات بالدولار اي بنك من البنوك. وين عم بيروحوا؟ عند الصيرفه. لا النقيب بيزعل منك. بس شو دخلنا؟ بس هيدا بس هيدا الواقع. عم نشتغل بهيدي الشغله. بس هيدا الواقع انه عم بيروحوا الصيرفه. السعر 2100 والصيرفه بتبيع 2115 وبعدين نحن ما بنشتغل بس ما بنعرف مين بيشتغل بهيدي الشيكات. ما بيعرف هلا صار ما بيعرف. طيب عم انا كل يوم اي يوم لا بيتصل فيه بيقول لي يا دكتور انا رحت لعند الصراف الفلاني من يومين قال لي بده ياخذ مني 27%. صحيح هيدا اللي عم بيصير. شو معناته؟ بس ماني ما بيعطيك عم بياخذ شيك ب 100000 دولار بياخذ الصراف بيعطيني 70000 و 30000 منين بيقبضوا؟ كيف بتحجج فيها نقابه الصرافين؟ بيقول لك ما نحن ما عندنا حسابات بالبنوك. ليش مين قال لك انه انت عم تاخذ حسابك بالبنك؟ عم بيسحبوها نقدي من البنوك من هال يعني في ديلز عم بيصير تحت الطاوله يعني وبالتالي من وين البنوك عم يعني تدفع ال 20% لمصرف لبنان؟ عم ياخذوا من هول الناس المودعين 30% بيعطوا ال 20% الفايده العظيمه تاعت مصرف لبنان والعشره عم يقتسموها مع الصرافين. ولا بيقول غير هيك انا مستعد جيب له هول الاشخاص اللي صاروا متصلين فيي وعم بيقولوا لي انه نحن عملناها وعم يسالوني بجوز ولا ما بجوز. فاذا انا مش عم بحكي وهم او بعمل اتهام وهذه موجوده احيي بجريده اللواء. طيب اوكي وموجوده عفوا هذه اللواء بيحكي عن العقارات وهلا بنحكي فيها اذا بدك وهذه موجوده بجريده الاخبار. يا اما جريده الاخبار حاطين افترى مفروض يرفع عليهم دعوه يا اما هذا كلام صحيح ولازم يتحاسب باللي عم نعمل هيك. 5 مليار دولار فايده يعني 20% البنوك بدها تدفعها مليار دولار باعتبار انه الحاكم عمل لهم هيكله ربحوا 5 مليار ونص حيسترد منهم مليار. هن بدل ما يجيبوا مليار ربحوا من الناس مليار ونص دفعوا المليار للبنك المركزي وحطوا بجيابهم 500 مليون قسموها مع الصرافين. حساب مين؟ حساب المودعين اللي انحسم من حساباتهم بين 20 ل 30% هذه الهيركات انعملت وخلصت على اول مجموعه من الوداع. ايه بس مش معلنه. ما هي بالجرايد شو مش معلنه؟ يعني بالجرايد هم ينفوها البنوك بتقول لك ما دخلنا عم نشتغل مثل ما بيقولوا شباب عالم مش اشباح مش معلن لك عالم اشباح. وين الشيكات راحت؟ طيب هلا نحن شيك واحد منهم شيك واحد منهم يصوروا لي اياه يلحقوا صادر من اي بنك انصرف ولا ما انصرف واذا انصرف من وين وكيف اندفع واحد بس. طيب نحن لنفوت بموضوع نحن لنفوت باعاده جدوله الدين العام. كيف يمكن ان يعني نطلع من هيدي الازمه باقل ضرر ممكن؟ ال 100 مليار دولار 100 مليار دولار الدين العام هو 100 ولا 80؟ لا هلا في حدا بيقول 100 130 حدا بيقول 80 86 يعني خلينا نقول نحن خلينا نقول لعبة الارقام شيء كارثه بلبنان. هلا هيدا الموضوع هيدا الموضوع لازم يثبته مظبوط يعني في بالماليه بمصرف لبنان لازم يتثبت الرقم مظبوط لنعرف مظبوط قديش عندنا بلبنان لنعرف مظبوط قديش الدين العام. وزاره الماليه بتعطيكي رقم البنك المركزي بيعطيكي رقم امم المتحده بتعطيكي رقم اي واحد بياخذ انا ميزانية البنك المركزي بيقول أنا في عندي احتياط 38 مليار دولار. هدول كانوا دفعوا منهم مليار وربع لما سددوا اليورو بونز من فترة من كم يوم. هلأ صاروا تقريبا 36 وشوي. هذه الموازنة من الموقع تبع مصرف لبنان بس ما بيشرحوا شيء. أرقام موازنة لمصرف لبنان يعني على الإكسل شيت وبأبسط ما يكون هيك مصرف لبنان عنده مليارات بدون شروحات بهالتفصيل هذه هالقد هذه الموازنة بدون شروحاتها على كل حال. طيب بعض التحليلات وبعض الخبراء بيقولوا لا ما في عنا لا 36 ولا 37 المبلغ ما بتجاوز بين 8 لل 11 مليار اللي عند البنك المركزي وهذا مرشح خلال سنة ونص انه يصيروا 4 مليار. طيب قد ايه فعليا في اموال بالبنك المركزي؟ ما حدا بيعرف. معقول لعبه الارقام عندنا مخيفه.
بدك تنزل الدين، حددي لي حجم الدين قد ايه بالاول. ما هو هلا هيدا المشكله، ما في ارقام. هن هلا عندهم المشكله انه بدهم يحددوا حجم الدين. مين اللي لازم هيدا يعمل؟ هيدا اول خطوه يلي لازم تتحدد، ومن ما بدهم ينطلقوا كيف بدهم يعالجوا العجز. مين هن اللي بدهم يعالجوا؟ يعني ما اللي عمل العجز هو بده يعالجوا في لبنان. شوف الاشكال الكبير اللي نحن اللي انطرح بالاول واللي انا ضده كليا، هن حكوا عن كثير خبر انه كيف ما بد كيف بده يطلعوا برات الحكومه، هن مسؤولين عن هذا الوضع اللي وصلنا له، ولازم يكون والحكومه لا يتحملوا مسؤوليه. شو هالحكي؟ طيب الحكومه هن مسؤولين عن هذا الوضع اللي وصلنا له، وين بيكون محلهم؟ بالحبس، مش بالحكومه. مش الحرامي حيعمل قانون ليحط حاله بالحبس، او هو سارق اموال رح يعمل قانون ليرجع لنا الاموال، هذا الشيء ما حيصير. هذا بده اذا كان متهم، شخص متهم بده يحطه بالسجن موقوف، يتم التحقيق معه، ما في عليه شيء، بيطلع مع السلامه. عليه شيء بده يدفع اللي اخذهم، وهو بده عقوبته بالسجن. بس مش لانه هو مشبوه وهو ضالع بالفساد بقول له انت بدك ترجع تقعد بالحكومه لتصلحها. كيف هذا بجيب الحرامي بعمله رئيس مخفر؟ كيف بتزبط هذه الامور؟ ما بتزبط هذه الامور، هيدا المنهجيه غلط. هلا هيدي الحكومه ما فيها حدا من السابقين، المفروض انه يكون في عندهم الاريحيه ليقدروا يفتحوا الملفات ويحطوا اصبعهم على كل الناس. رح تقدر هالحكومه انت برايك؟ ما بتصور. ليش؟ هذا الركن الثالث اللي كان بدي اقول لك عنه، النظام السياسي. النظام السياسي النظام قائم على الطائفيه السياسيه. اي بس كمان القضاء، كمان دور الطائفيه السياسيه. لا يمكن اصلاح اي شيء بلبنان، هاي من الاخر. انا بنصح اخواني احبائي، انتو يا شباب اللي موجودين بالشارع من بعد امركم، عندكم طلب واحد، مش بدكم مصرياتكم، مش بدكم تزفتوا طريق وكهرباء لا، هذا كله لن يحصل الا اذا الغيت الطائفية السياسية من لبنان. ايه بس عم اذا ما هيها كتير كتير هذه الحكومة بتقدر تجي تعمل اصلاحات معينة، بتجلس الوضع، بتهدي الانحدار، بتوقف الانهيار، وبعدين فرملة حتضلها يعني 20 سنة شيء. لا الحكومة يمكن بس تروح، شو بيصير بعدين؟ هذا النظام الطائفي اللي بيحفظ الحق انه الزعماء هن يسيطروا على الشعب، رح نرجع مثل ما كنا. مثل ما بقول مثلا رجعت حليمة لعادتها القديم. لما بنلغي النظام السياسي بصير الشعب ما بيقعد، بصير الشعب هو مصدر الحكم، ما بعود فيه زعيم. انا شو بدي بالزعيم السياسي اذا الدوله هي بتامن لي مي وكهرباء وطريق ومستشفى؟ شو بدي فيها؟ شو بدي فيه للزعيم؟ طالما في طائفيه سياسيه لا يمكن احداث اي اصلاح، لا مالي ولا اقتصادي ولا نقدي ولا اجتماعي، ولا تعيش اوهاما. الاصلاح ياتي من هنا، غير شكل عم نضحك على حالنا. يعني احنا عم ناخذ اسبرين، يعني احنا عم نحكي اصلاح سياسي، بعدين تعال نحكي بالاقتصاد. هلا بس بنهد يعني الوضع بالانهيار اكثر، نحط فريمات بس. بس هيدي الحكومه بتضرب فريمات للانهيار، ولكن ما في تغيير بالاسلوب. ليش عم اقول لك بعضهم تقليديين رايحين على البنك الدولي زياده الديون، صندوق النقد الدولي، وبعد ما حكي معنا الدولي بقى. ايه بس شكله يعني عم بيطرح، ما حدا حكي معنا بعد، بس ما حدا حكي، بس عم بيطرح يعني، بس هذا بعده نفس يعني بعد، بس عنده شروط، عنده شروط. رايحين على باريس 4، ورايحين على البنك الدولي، ورايح طبعا هذه المؤسسات التي أنشأتها أمريكا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، هولي من بعد الحرب العالمية لما سووهم بالبريتن وودز إجوا الأمريكان عملوهم. ليش بعد الحرب العالمية؟ حتى يسيطروا على العالم نقديا واقتصاديا. عندي 12 كتاب عن هذا الموضوع اللي بيبين لك أنه صندوق النقد والبنك الدولي أداة، كلاهما أداتان بيد أمريكا للسيطرة، حيث لا تضرب بالسلاح، تضرب بالمال وبالاقتصاد طبعا. هيدا وما في مساعدات أو إقراض بيكون إلا مشروط في روشتة طبعا. شو روشتة المطروحة؟ شو بيطرح صندوق نقل الدول؟ شو هي شروطه؟ تخفيض سعر الليرة بنصير 3000، بده يصير في رفع سعر المحروقات، بده يزيدوا 5000 ليرة على هذه موجودة. ما هني طلبوها، هني عرضوها أصلا، وهذه موجودة عرضوها. وفي ظل وجود النفط والغاز اللي هلا يعني تأجل، سبحان الله كيف تأجل؟ ما كنا ما بس نحفر، هلا تأجلت. هذا قرار سياسي، مش قرار قانوني. طبعا طبعا قرار سياسي، هذا خارج إطار الموضوع. هلا اللي بده يبحث ليش عم بيصير هيك بلبنان، بده يوسع البيكار، شوف الخريطة الكبيرة استراتيجيا، بيعرف ليش تأخر الاستخراج. على كل حال، فإذا بدنا نطبق روشتة، ممنوع التوظيف، تخفيض الرواتب،
وتشبيد الزيادات ورفع ال 5000 على البنزين وفرض ضرائب جديدة يعني فوق الفقر كمان أفكار إضافة. طب بس كان في مين عم بيقول ما هو هدف سيطرة سياسية؟ طب بركي بنفرض الضرائب على الأغنية مثلا. مين هني الأغنية؟ في أنه على الطبقة مين الأغنية؟ على الطبقة اللوكس. مين هني هدول؟ يعني مليانين بلبنان. ما هو معروفين قد ايه حكيوا فيه الخبراء. من هم هؤلاء أحني اللي أقل من 1% من أصحاب الحسابات يلي عندهم 69% 59% من الأرصدة بالبنوك؟ مين هني هو الكبار الأغنياء بتفرض عليهم؟ يلي هني سياسيين النظام السياسي وأتباعه بدك يعمل قانون ليشلح حاله مصاري بيرفع حاله ضرائب وناخد منه ونعمل هيركات عليه؟ لا بيعمل هيركات طيب علي عليك وما بيطلع. طيب هو أمواله ضهرت قبل ما يصير شيء. يعني حيخلص الوقت معنا بعد 10 دقائق. 10 دقائق شو الحال؟ أوكي شكرا إنك قلت كلمة سحرية. على فكرة هلا بدل يعني طلعت لمصلحة السوليدير هلا بيعوا عقارات بمليار دولار. شركة السوليدير وضعها المالي سيء لأقصى الدرجات وحسب ما بعرف هلا إذا صح ولا لا. إيه بس ما فينا نحن إلا ما نتأكد. هلا بدنا نحكي مع جريدة اللواء لنشوف. لا بدنا نتأكد من جريدة اللواء حاطة على الخبر وهي ميزانية شركة السوليدير اللي أنا عملت لها هذيك مرة. أوكي تحميل. أوكي. في هون كمان في أرقام. حجم مديونية شركات العقارات 17 مليار دولار اللي وقت تقول 14. نرجع لمشكلة الأرقام. مهم طيب صارت البنوك بتقول لأصحاب الحسابات إنه بدل ما تاخذوا نقد اشتري لك شقة اشتري لك شقة أرض. صحيح تحول تحول صار في عمليات بيوع عقارات بيقول حسب المقال حوالي 4 مليار دولار ومليار دولار بسوليدير. يلي بيتابع سهم سوليدير بيعرف انه سهم سوليدير طلع فعليا تنفيذيا من 4.5 دولار وصل من الاسبوع الماضي 9.1. تضاعف سعره خلال مدة اسبوعين. ليش؟ موضوع العقارات. نعم صارت الناس تطلع البنوك ساعتها قبلت عم تقوم شكات وروحوا اشتروا عقارات وسوليدير كان حصتها مليار دولار عليهم ديون 700 مليون دولار. احلى استفادة واجا بوقتهم يعني هلا. طيب هذا الحل. انا شوف هذا الحل اللي انا مجموعه الحلول اللي انا في حلول استراتيجيه خليها على جنب هذا ما حنحكي فيها هلا لانه بتصير فيها سياسي. حلول اقتصاديه مباشره انا قسمتهم الى 3 اقسام. نعم الطبقه الاكثر فقرا والطبقه المتوسطه والطبقه اللي اعلى الاغنى شوي. بس ما بقى في طبقه متوسطه هي الاقل بنعملها بندخلها بالخطه لنرجع نكبرها لانه هي اصل الاقتصاد اللي يبنى عليه. ايه بس اوكي بس بدنا نرجع نشجع ما بقى في شيء اسمه طبقه وسطى هلا ما في بس ضمن الخطه ضمن الاقتصاديه طيب بدي اكون لها جزئيه لنرجع نطلعها. اوكي تفضل. هلا انا بما انه الوقت بدي احكي عن ارجع اخواني واخواتي اللي موجودين بالشوارع. انا شخصيا لا احبس مسمى الثوره لسبب مش لانه مطالبهم مش محقه ولكن لا يمكن احداث اي تغيير مفاجئ يعني فوق تحت بصير تحت فوق هذه ما بتصير. التغيير المفاجئ له أضرار يعني لا تحصى. صح التغيير يكون تدريجيا تراكميا هيك بينعمل وما بصير بالشارع. هلأ صاروا شوف يلي بفرنسا صاروا 1.5 سنة عم يتظاهروا بهونغ كونغ صاروا 1.5 سنة عم يتظاهروا شو أخذوا؟ صحيح مزبوط. طب انتو حتقعدوا قدهم شو حيطلع لكم؟ ما حدا عم يرد عليكم. ما بتاخدوا شيء من الشارع. لما الخبراء عملوا هذه الورقة وراحوا قدموها وبعدين قال لم ندخل بالحكومة ولم نروح عند رئيس الجمهورية وين مركز القرار؟ هنيك. يعني هني مفروض عم يشكل حكومة لازم يقولوا نحن بدنا وزراء من عنا نص الحكومة. ساعتها كنت كل التغييرات اللي بدك إياها أقريتها أنت بالحكومة. صحيح. بس قلت له هذا اللي بدي إياه بس أنا حضلني برا. يا أخي ما أنت ضليت برا مركز القرار كيف بدك تنفذ؟ وفي ظل النظام السياسي القائم مثل ما حكينا مش هيعطوك شيء إلا إذا أنت كنت من الداخل. هلا أنا بدي الطبقة الفقيرة. كلت السكان بلبنان صاروا تحت خط الفقر. هلا هيدا اللي أنا بدي أعالجه بشكل مباشر. هيدا الإنسان اللي صار ما بقى في جيبته معه فلوس نهائي 100,000. في ناس ما معهم 10,000 ليرة يشتروا لأولادهم يتغدوا فيها. طيب كيف طلعوا أنا من الشارع؟ نحن منقسم
احتياجات العالم إلى ثلاث طبقات. ضروريات وحاجيات وكماليات. الضروريات هذه لكل البشر حتى يبقى على قيد الحياة، يعني بده يأكل ويشرب ويلبس ويسكن ببيت. هذه مفروض تكون مؤمنة لكل العالم. كيف فينا نستغني نحن عن الحاجيات اللي بتحسن لنا حياتنا؟ وفينا نستغني عن الكماليات هذه لما دخلنا بالرفاهية. كيف بدي أمنها؟ مش هيك في شيء اسمه دولة. فأزن أنا دولة والتكافل الاجتماعي كمان اليوم، كمان دور المؤسسات يلي أخذوا كتير من وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعيات الوهمية كمان في كتير طلع منها مصاري، يعني مطلوب أنه تعطي شيء. الجمعيات عم تأخذ أموال من الدولة من الموازنة. خلينا نحطها كلها ضمن إطار الدولة الحاكم. خلينا نبلش بالدولة. هلأ في عندي هول الناس يلي أنا بدي طعميهم وشربهم، بدي أعلمهم، فوتوا على المستشفى وبدون يشتغلوا لحتى يصير عندهم هيدي الضروريات مؤمنة. فإذا بدها تيجي الدولة، هلأ أنا ما بدي أطلع من الشاب بقول تسمعين بالمقابلات بقول له أخي أنا ما معي 20,000 ليرة بدي أشتري أكل لأولادي، شو بدي أعمل أنا؟ صحيح. بدي أنطر الحكومة 100 يوم؟ أنا بضل هلأ صاروا 100 يوم بلا أكل، بضل بعد 100 يوم صايمين يعني نحن طول السنة؟ شو بعمل أنا هلأ؟ هلأ فورا الحكومة بتطلع قرار، ما هني قال بدهم يعملوا قديش المبلغ ما بعرف كم مليار ليرة مشان العائلات الأشد فقرا. صحيح. ما بدنا إياها. لأنه بالنظام السياسي في إطار الفساد يعطيك العافية من المبلغ ما حيوصلوا 20% للناس. أنا بدي هلأ وزارة الشؤون الاجتماعية عندها أسماء العائلات بتعمل حصر بكل لبنان وتبلش تعطيهم حصص غذائية مباشرة بتوصل عندهم على البيوت. مش هن بده يجي يشحدوها من المستودعات. بدها الدولة توصلهم إياها على البيوت بالتعاون مع البلديات مع المخاطير مع كل العالم. كل عائلة تثبت أنها فقيرة ما عندها هلأ مداخيل بسبب الأزمة الحالية، بس أنا بعرف شغلي بعد الأزمة. أوكي. الدولة مطلوب منها تأمن حصة غذائية لكل البشر لحتى يضلوا يأكلوا. أنا ما بنطر أولادي يضلوا 100 يوم بلا أكل. أي بس حالك شغل، لأنه حفوت أسرق. أنا بعرف أنه أحد القضاة الكبار، يعني القادة الكبار بمنطقته ممنوع حدا يفوت على المنطقة يفوت أي كرتون فيها حصص غذائية إلا هو بده يوزع على الكل. يعني هي كمان وصلت أنه كل مسؤول حزبي عنده بيعطي ناسه، بيبقى الناس يلي هني ما منتميين. يا خي أنا ما بدي انتمي لهذا الحزب. أنا جاوبتك عن النظام السياسي. أي أنا ما بدي انتمي لهذا الحزب. أحكي بهذه الحرية لأنه شوفي أنا لما بحكي كلمة، يعني كل إنسان بيحكي كلمة بيكون مستعد يدفع ثمنها. أنا إنسان لا أنتمي لا إلى حزب ولا تيار ولا جمعية ولا جامعة ولا منظمة ولا شيء. أنا إنسان حر مستقل، عقلاتي فيه أن الله سبحانه وتعالى أعطاني شوية علم بستعملهم، بعرف شو هو الصح بتمسك فيه. ما بقبل روح يمين وشمال. طيب. بدك تشيلي هيدا من الطريق. يا أما الدولة بدها مصلحة الناس بتقول له عود على جنب إذا بتريد. يا أما بنضل بالنظام السياسي كما نحن وسعت منه. هلا بدهم يعملوا انتخابات مبكره يرجعوا ينتخبون هن ذاتهم. هيدا المشكله، ما المحاسبه بدها تكون بس. فاذا خليكم ببيوتكم وهذا الحكي كله صار ما له طعمه، بتقبلوا بالواقع اللي انتم فيه. اشتغلوا بالدعاء الله بغير من عنده. غير شكل ما في حل. طيب فاذا اول شيء ثاني شيء انا بدي اطلع جيبتي فاضيه من ساحه الشهداء، بدي اروح ارجع على طرابلس عم باكل وبشرب، بدي الاقي الحصه ناطرتني على باب البيت، بدي ابني يفوت على المدرسه مجانا مجانيه التعليم، بدي انا افوت على المستشفى مجانا. هذه الدوله بقى تفرضها غصبا عن كسر كل العالم. هول الاساسيات الدوله بدها تعملها بظل هلا هالازمه. ايه طبعا. كيف خلي الخبراء يقولوا لك كم مليار دولار بنقدر نوفر في حال عملنا هذا الاصلاح اللي عم نحكي طيب عنه؟ تقدر توفري اكثر. هذا ما بعد الاصلاح، نحن عم نحكي لك ما بعد الاصلاح. ما بعد هذا الاصلاح شو بده يصير؟ اوكي هذا لا يجب ان يتوقف. ستنا هلأ بسوريا حرب قايمة وبعدها ما خلصت، بعدها لهلأ مجانية الاستشفاء ومجانية التعليم وفي كهرباء وفي ماء وفي كل شيء والناس عم تاخد رواتبها حتى بالمناطق اللي فيها حرب. شو عم نحكي نحن؟ يعني ما عم نحكي ما عم بحكي وهم. هذه حقيقة يمكن تطبيقها. بدنا نلبس، هي من الضروريات. بدنا كسوة صيف وشتاء كل سنة مع الحصة الغذائية. طيب بدنا بيت نموذج بطرابلس، شو بنسميها اللي بطرابلس بالمناطق اللي كانت نائية. مسرح اللي كانت مسرح قتال باب التباني، هيدي نموذجا. ما في عندنا اراضي مشاعل الدوله والبلديات بلا. طيب بدنا نعمل فرز واحصاء قديش في عائلات وناس ساكنين بهذه المنطقه.
ونجي نحن نقول حنعمل مشروع اسكان شعبي شقق 120 150 متر، مش علبة كبريت 70 متر ندك وندك فيها. وبالتالي غرفتين ثلاث غرف نوم بمناطق تملكها الدولة قد ما بده يكلف لو 500-600 مليون دولار، بينعمل هذا المشروع، بننقل الناس من هاي المنطقة لهذيك المنطقة، وكل واحد كان ساكن هون سواء كان ملكا أو إيجارا نزيل هذا السابق، وبعملوا مشروع استثمار بمشروع جديد يكون ريعه لهدول الناس اللي سكنناهم هناك، بكون طورت المنطقة، بكون سكنت العالم، وبنعمل هذا النموذج في كل منطقة تحتاج فيها مناطق شبه مدمرة بحاجة إلى إعادة إعمار. ضروريات العالم أولى من كل شيء. صحيح. هذا الأساس، هذا يعني بدنا أفكار خارج إطار المقولات التقليدية. نعم. بدنا نطلع لمحلات مختلفة. نعم. بدنا ناقل معام المجاني. بعد عم بحكي بالطبقة الفقيرة. بدي إجي من طرابلس على بيروت، بشتغل ببيروت، أدي بدي أنا كل يوم بروح وإجي بالشهر. تتفضل الدولة بجيب لها 200-300 باص بتشغلهم على الخط، وهول بيطلعوا ببطاقات مجانية. مين هن اللي بياخد حصة غذائية، يلي عم ياخد يعني كسوة الشتاء؟ يعني نحن عم نحكي عن الفقراء. بدي أعطيه بطاقة مجانية، وبالتالي هيدي الطبقة مع مرور الوقت لما عم تشتغل وعم تقدر تدخر شوي وعم تطلع من مستوى الفقر اللي هي فيه، ساعتها شوي شوي عم نخفف هيدي، لأنه هلأ هيدي النسبة هلأ 30%، هلأ شهرين تانيين حتصير 50%. إذا ما بدأنا إجراءات فورية لوقف حالات الفقر، مثل ما عم قلك حيفوتوا يسرقوا محلات، حيفوتوا يسرقوا بيوت، حتصير عندك حالات اجتماعية، حيصير في طلاق، حيصير في اعتداءات جسدية، ما منعود منخلص. هون بؤرة التوتر اللي بدأ علاج معالجة أول فقرا، هيدا الأساس. نعم. أنا بعدني عم بشتغل معاشي $1,000، بقدر أصبر، عم باخد نصهم وبأكل وإشرب مشي حالي، بس اللي ما عم يطلع 10,000 ليرة بالنهار ما في يصبر. صحيح. وبالتالي هذه اللائحة صفحة 2-3، هذه فيها آراء غير تقليدية لإجراءات اقتصادية مش مالية. المشكلة نحن خلال كل 30 سنة عندنا مشكلة اقتصادية، مشاكل اقتصادية عم نحلها بعلاجات مالية. هذا مش منطق. نعم. ولا علم ولا تخصص. مشكلة اقتصادية منحلها بالاقتصاد. طيب، على أمل أنه المسؤولين يكونوا شافوا أو سمعوا هالحديث، أو حضرتك تقدم هالاقتراح. في خبرة بيفهموا قدي على مليون مرة. أنا يعني ولا شيء، يعني سميتيني متخصص، أنا عندي قليل من العلم، الله سبحانه وتعالى سمح لي بهذا القليل من العلم، عندي هذه الآراء. بس المبدأ فيها أنه نحن في وقت استثنائي، الأفكار التقليدية ما بتمشي. صحيح. بنسميها بالإنجليزي out of the box. وبيقولوا ليش بيقولوا ليش بيصير في بؤرة فساد، ليش بيروحوا على التطرف، وليش ما نحن، لأنه الفقر يعني الفقر ما له هوية، لا مسلم ولا مسيحي ولا. بدك تصلح الوضع، بده يتصلح من فوق إن شاء الله. نحن عنا في جملة واحدة بقول، بالواقع هي ثلاث كلمات. المخرج عم بيقول لي ما بقى في عندك وقت، تفضل. ثلاث كلمات بقولون. ايه تفضل. بيقولوا عفوا تعفوا الرعية. يلي فوق بيكون نظيف بينضف، تنزل النظافة لتحت، بس إذا الرأس منه عفيف الكل بده يسرق مثله. عفوا تعفوا الرعية. دكتور أنور مصباح صوبرا، خبير مالي اقتصادي، أهلا وسهلا فيك بلبنان اليوم. شكرا مرة. شكرا مشاهدينا الكرام.